المتابعين ننقل لكم موسم الخضير من هنا من حرج الضمد، كما تشاهدون بالصوت والصورة. إنه منظر جميل للخضير وفي موسم الخضير. الآن نحن في مزارع الخضير في حرج الضمد، وننقل لكم بالصوت والصورة على الطبيعة. ما شاء الله تبارك الله. وكذلك هتصلكم صور للخضير جاهز من عند محلات الخضير، لكن ذحن الآن ذي من المزرعة، هذه الآن من المزارع. ما شاء الله تبارك الله. هذا حلو.